مشروعات تخرج، 7 مشروعات تخرج في جامعة سوهاج فازت بالفعل في برنامج مشروعي بدايتي اللي بتقدمه أكاديمية البحث العلمي. البرنامج ده بيوفر تمويل لمشروعات طلاب السنوات النهائية بالكليات العلمية في الجامعات المصرية عشان تضخ الأفكار الجديدة لسوق العمل والشركات الناشئة في عدد من المجالات. النهارده المشروعات السبعه المموله من اكاديميه البحث العلمي من خلال كليتين من كليات العلميه بتؤكد على ان ما اشارت اليه الاستراتيجيه يطبق على ارض الواقع، على ارض الجامعات المصريه بصفه عامه وجامعه سوهاج بصفه خاصه. النهارده ابناء الجامعه سواء كانوا في كليه التكنولوجيا والتعليم بيستخدموا مهارات البحث العلمي في رفع كفاءه وسائل التبريد. المشروع بتاعي بيتكلم عن تحليه المياه، عن تحليه مياه البحر المالحه وانتاج الطاقه الكهربائيه المتجدده. وأهمية المشروع أن هو بيوفر كمية مية تكفي كذا فرد وتكفي احتياجاتهم لمدة طويلة. أنا بقدم فكرتي عن الإنتاج الحيوي للبروتين، بديل البروتين المشروم. نشرت فكرتي بدأت بدايتها من 2019، كان بداية دعمي من الكلية، من أخص رئيس القسم عندي دكتور مظهر. بدأنا بعد كده اشتغلت عليه، بدأت أنشر الفكرة، جيت أخدت دعم من رئيس الجامعة، قدمت في المعارض، فكانت الفكرة محبوبة والحمد لله بدأت إنها تنتشر. إحنا المشروع بتاعنا بيتكلم عن كيفية توليد طاقة رياح متجددة وكيفية ربطها بالشبكة. وصلنا للفكرة دي أو قعدنا نبحث عن طريق رؤية مصر 2030، المبادرة اللي قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي. والمشروع بتاعنا أهميته إن هو بيحافظ على البيئة، بيحافظ عليها من انبعاثات الضارة، بيقلل استخدامات الوقود الأحفوري. المشروع بتاعنا بيتكلم عن التقييم الجينومي للأغنام السوهاجي. الأغنام السوهاجي هي سلالة استنبطت في جامعة سوهاج، موجودة من سنة 2000، وعلى مدار 23 سنة اللي فاتوا الدكاترتنا دكتور جمال سلوم ودكتور رحمة النحاس اشتغلوا على السلالة وطوروها لغاية ما وصلوا ليها الأقصى إنتاج. فاحنا دورنا في المشروع اللي احنا هنعمله ان احنا نزود انتاج السلاله عن طريق تعديل جينات النمو. المشروع بتاعنا عباره عن توفير استهلاك الطاقه للسلاجه المنزليه لجميع الاجهزه المنزليه الموجوده في المنزل، بس مختصر على الثلاجه المنزليه لان استهلاك الطاقه الايام الاخيره بيزيد جدا، فلازم يبقى في استهلاك اقل. فاحنا اخترعنا طريقه بحيث ايه ان الاستهلاك يخف عن طريق رفع معامل أداء الثلاجة وخفض الاستهلاك في نفس الوقت لزيادة يعني إنتاج الثلاجة بنفسها. مشروعات ريادة الأعمال يعني يوم بعد يوم بتكون هي العنوان الأبرز اللي بتهتم بيه كل وسائل الإعلام. ليه؟ لأن فكرة واحدة ممكن تشغل وتفتح الباب لملايين فرص العمل، زي ما شفنا يعني أفكار لتطبيقات متعلقة بالسيارات لا تمتلك سيارة واحدة، أو متعلقة بعرض المنتجات لا تمتلك أي منتج من هذه المنتجات، هي مجرد وسيط. زي ما في تكنولوجيا بتتعمل، في أيضا مشاريع زي دي بتتعمل، وجامعة سوهاج ربما كانت من الجامعات اللي قبل كده كان يقول لك الصعيد المهمش والصعيد لا يلقى. النهارده جامعة سوهاج بتاخد دعم لسبع مشاريع، كل مشروع منهم يعني يقوم ناس كتير جدا ويقوم ويوفر فرص عمل كتير جدا لو فعلا اتعمل ولو فعلا تم افتتاحه بالفعل على أرض الواقع.